على فريق الفيحاء كما صنع في لقاء البارحة في اللحظات الأخيرة، أما أن فريق الفيحاء كان قد سجل سداسية في مرمى فريق الطائي، وكنتيجة عادة للمنطقة الشرقية للدمام تحديدا بعد أن كان في الخبر. هنا الكرة تعود لصالح، في وسط الميدان كانت منقولة من يحيى سرور في الاستقبال. عبد الله أمان ممتاز إلى خيري، إلى أمان، تعود مرة أخرى إلى أمان، أمان ينقل الكرة الطويلة والرأسية من الدفاع في اللحظات الأخيرة. داركو، وبعد هذه الكرة اللاعب المقدوني، هذه التمريرات القصيرة البرازيلية بالنسبة لفريق الفيحاء. تناقلوا الكرة على مستوى التمريرات، كانت متواجدة في العصر الذهبي بالنسبة لفريق عليه كثيرا الاتفاقيون في قادم الأيام. هنا الكرة والعرض يا خطرة، ولكن الكرة تتخلص في براغ في كمساعد مدرب، وهو الاتفاقي المعروف بالنسبة في الطرف اليسار في التعود لفريق الاتفاق. حامد إلى عبد الله السالم، ولكن الدفاع بالنتيجة، أو أن هناك رأي آخر. 3-1، 4 أهداف كانت في الشوط الأول، 3 منها لصالح فريق الاتفاق، وهذا فريق الاتفاق. هذا طميحي ينقل الكرة إلى أمان، عبد الله أمان يستلم الكرة، عبد الله أمان إلى ومدافع فريق الاتفاق والرأسية الغامدي عبد الله السالم بالكعب، ولكن كرة مقطوعة مقروعة حتى الآن. لقاء الذهاب كان 2-2 في المجمعة بين اللاعبين في الكرة الماضية، ولم يكن. داركو يستلم الكرة، يمرر كرة سيئة، لكن يعود مرة أخرى. ليست بالسهلة بالنسبة جهد كبير في هذه المباراة. 90، تعود مرة أخرى إلى حامد الغامدي، حامد إلى داركو. هذه الأسماء تحدث عن فارس الغامدي وعلي السلمان من شباب النادي، من شباب الاتفاق، يتواجدون الان في سيتواجدان في الدقائق القادمه. تعود مره اخرى لفريق الفيحاء التبريره الى عبد الله امان، عبد الله الى سيهات ولاعب الاتفاق والفيحاء. انا اسامه الى عبد الله مره اخرى، هذا هو عبد الله أمان في المحاولة ممتازة إلى سعود، علي بسام، هذه الأسماء للمبريك أو البريك، عبد العزيز البريك أحد الأسماء والبدلاء. هنا الانطلاقة لصالح فريق الفيحاء، الانطلاقة والهدف الثاني إلى زال في الحوار ما شاء الله عبد الريان، وفي المباراة ويقدم مستوى.